ما كانت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان عادية بعد انفجار بيروت. ماكرون اللي من أول ما غطت زيارته ببيروت ما وقف جولاته ولقاءاته، هو نزل على موقع التفجير وبرم بالشوارع والتقى الناس الموجوعة اللي اعتبرت وجوده برئة أمل لخلاصهم من الوضع اللي عايشين فيه ولوضع حد لتمادي السياسيين بلبنان. S'il vous plaît, un mandat ou bien un retournement de toute cette politique qui était tellement bien fermée, qui est tellement bien closue sur elle-même, on ne sait même pas comment les renverser. Vous avez le pouvoir de le faire, s'il vous plaît, faites-le. Il n'y a pas de futur pour nos enfants ici. Il n'y a plus de futur. من اللقاءات مع الشعب للقاءات المسؤولين بقصر بعبدا وبقصر سنوبر اللي عقد فيها طاولة حوار وطني لرؤساء الأحزاب والكتل، حط فيها النقط على حروف. ومن أبرز النقاط اللي حكى عنه ماكرون إعادة تسييس مساء جديد مع الشعب لاستعادة ثقته وإجراء الإصلاحات وعطى مهلة شهر ورح يرجع على لبنان. تنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان بعد انفجار المرفأ طالب ماكرون بإجراء تحقيق دولي لكشف مسببات الانفجار، طالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأشهر الجاية. الخبير بالشؤون الأوروبية والفرنسية تمام نور الدين اعتبر أنه زيارة ماكرون كانت ناجحة كتير وعطى مهلة شهر للمسؤولين، فشو ناطر يشوف بعد هالشهر؟ يلي ناطروا بواحد أيلول بأوائل أيلول يجي يشوف هل بدأ النظام السياسي الحالي بلبنان، طبعا السياسية الإجراءات، يعني في بروسيسوس معين بدور يبلشوا من شان فرنسا بورك الديكلانش مثل بقولوا، مشان تفتح الفان أو ديكلانشي البروسيسوس تبع مساعدة لبنان بحال ما قاموا اللي لازم يقوموا فيه. وحدد لهم إياهم يعني إنه حكى امبارح بالسياسي مثل أي واحد لبناني بيعرف المرض اللبناني، قال لهم الأوديت على مصرف لبنان، موضوع الكهرباء وموضوع الفساد، ما هيدول كل اللبنانيين عم يعانوا عم يبكوا من هالموضوع. يعني تايد كمان من وراء زيارة ماكرون رح يكون في تحقيق دولي، لأنه ثالث انفجار بالعالم بعد هيروشيما وناكازاكي، ما معقول يمرق هيك مرور الكرام. الرئيس الفرنسي ما اكتفى بلقاء المسؤولين، إنما عطى مساحة للمجتمع المدني اللي كمان التقاهن وسمع لهم مطالبهم وتفهمها ودعاهن ليكون عندهم مركز سياسي بالانتخابات. أمين عام حزب الكتلة الوطنية بيير عيسى من اللي اجتمعوا بمكروم على المجتمع المدني، رغم تمني عبر تلفزيون نشرة إنه لو كان الاجتماع بضم أحزاب المعارضة. فشو صار حديث مع ماكرون؟ كان إنه هن دولة وشرعية والانتخابات وكذا، جاوبني انه في شرعية 13، قال بس انه البديل بعده مش منظم وكذا، جاوبني انه البديل او مارش. هل بتعتقد انه المجتمع المدني والاحزاب المعارضة قادرين يخوضوا الانتخابات المقبلة وينجحوا؟ اذا في عنا ادارة مستقلة للانتخابات، لانه مش مهم مين بيصوت، يلي بيصوت في 72% من الشعب اللبناني بده التغيير. وهل كان عنده لكم نصيحة بالاخر؟ يعني عطينا نصيحة انه لازم نكفي ولازم نوحد حالنا ونبين كجبهة معارضة سياسية، لازم يكون في جبهة معارضة سياسية. المجتمع المدني قدم مطالبه لماكرون، فهو طالب بحكومة مصغرة مستقلة عندها صلاحيات موسعة، قضاء مستقل، تنظيم انتخابات مستقلة، ودعوا انه المساعدات ما تجي عبر الدولة. شو كان عم بجاوبكم وقت طلبتوا هالمطالب؟ كان جدا متفهم وصاغي وناطر، وقال انا راجع بواحد ايلول. نعم. وبالمؤتمر الصحفي قال انه المساعدات ما رح تمرق من خلال السلطه اللي مش ذو ثقة. نائب المحامين ملحم خلف قال بحديث لتلفزيون نشره انه ما عنده مشروع سلطه، وبالاجتماع نقلوا له لماكرون غياب الثقه بما يسمى بالمسؤولين مثل ما قال خلف، وكان في تسليط ضوء على ضرورة تمكين القضاء من مهمة الدفع أو تعيين بعض الخبراء الدوليين لإطفاء طابع الاستقلالية والشفافية على لجنة الخبراء اللي بدها تحقق بانفجار بيروت. وشدد خلف على أنه بدنا عدالة، واكتشف باللقاء أنه هم الشعب اللبناني هو هم المجتمع الدولي. أما ليه التقى ماكرون مع المجتمع المدني؟ فقال نور الدين أنه ماكرون التقاهن ليقول للسلطة انه الخطة البديلة موجودة وفي ناس تانيين. واعتبر نور الدين انه ماكرون التقى السلطة رفع عطب. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.